ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الاسد ليوم الخميس 1 ديسمبر كانون الاول 2022. انت النهارده يا اسد متحفظ جدا في يومك ده اكتر من اي يوم كان عندك قبل كده، خاصة لما تبقى بتفتح امور جديدة خاصة لامورك العاطفية. هتعرف ازاي تعبر عن نفسك وعن مشاعرك بشكل خاص جدا وصحيح جدا، حتى في اصعب المواقف هتبقى حذر اكتر من انك تبوح بشوية اسرار ممكن تبقى مش حابب انه يعرفها الاشخاص اللي حواليك بشكل اقل. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة يا اسد، هيحمل ليك اليوم وضع عاطفي اكتر مرضي بالنسبة ليك، هتسيطر من خلاله على كل انفعالاتك، هتبقى واثق اكتر من نفسك في الفترة دي. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة يا اسد، هتحاول تستفيد من كل الفرص علشان تتعامل مع كل الامور ببطء اكتر، تبني كل علاقاتك بشكل عميق اكتر مع كل زملائك في الشغل علشان تخلي العمل اكتر وضوح من اي وقت. بالنسبة لك صحيان النهاردة يا أسد، هتكون كل الأمور خيرها أوسطها، وهيبقى إنك تاكل طعام مش دسم وحاجات تبقى صالحة أكتر، هيبقى ده الأفضل. خليك في الوسط، ولا تتأرجح بين الخطر ولا تتأرجح بين الصحي أكتر. وبالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، بيواصل القمر عبوره في الحوت اللطيف طول اليوم ده، ممكن نتعامل مع شوية صعوبة في اننا نتابع كل الحقائق اللي بتبقى عندنا. التوجهات والتعليمات واضحة جدا، هيتم خلطنا بين التصورات المثالية، هنعرف نتعامل مع كل انواع الخداع وخداع ذاتنا. على كل الجوانب الإيجابية هتبقى منفتحين أكتر على كل الاحتمالات والخيارات، هتشجعنا الليلة دي انها تبقى مدروسة أكتر. التأثير النهاردة أساسي، هيساعدنا علشان نستقر في كل عواطفنا بشكل كبير، هيعزز العبور ده جاذبيتنا أكتر، هنبقى مسؤولين أكتر.